إلى كل المناصرين، إلى كل المناصرين، نحن عم نتعرض لاعتداء من الجيش اللبناني اللي هو الإيراني الطائفي المذهبي، ومن شبيحة حسن نصر الله وشبيحة نبيه بري. أنا الطالب كل المناصرين السلميين ينزلوا يقطعوا طرقات، وعلى الأشراف من السنة وغير السنة في الجيش اللبناني ترك الجيش حالا، ترك الجيش حالا، وأنصارنا خارج لبنان يتوجهوا للسفارة اللبنانية ويقوموا باعتصامات، وكذلك أنصارنا من كل المناطق اللي قادرين يوصلوا لعنا للدفاع والزود عن ديننا وعن عرضنا وعن نسائنا. عم يطلق علينا من تلة مارياس حارة صيدا الشيعية، عم يطلق علينا شتى أنواع القذائف والصواريخ والمدافع والراجمات. الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل.